أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. جاء في الرواية الشريفة عن سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. صدق سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بشهادة أحبتنا وإخوتنا في القطيف الحبيبة والإحساء والمدينة المنورة، شهداء الجزيرة العربية. أقدم أحر التعازي إلى ولي الله الأعظم المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى المراجع العظام خصوصا ولي أمر المسلمين دام ظله العالي، وإليكم. وقبل أن نشرع في التأبين لا بأس بقراءة سورة الفاتحة إلى الشهداء. بسم الله الرحمن. الروايات الشريفة نصت على أن البغي على الناس أسرع شيء عقوبا. روايات كثيرة، في بعض الروايات أسرع الأعمال ثوابا البر، وأسرع الأعمال عقوبة في الدنيا البغي على الناس. والمراد بالبغي على الناس الاستطالة عليهم وظلمهم. وفي رواية أخرى اثنان أسرعوا عقوبة في الدنيا، أمران تعجل عقوبتهما في الدنيا، عقوق الوالدين والبغي على الناس. ما جرى في الجزيرة العربية من إقدام سلطة آل سعود على إعدام ثلة طيبة من أحبتنا في القطيف والإحساء والمدينة المنورة، جريمة نكراء، بغي على الناس. مثل هذه الخطوة الحمقاء ستعجل بسقوط النظام السعودي في الجزيرة العربية. ندين ونستنكر ونشجب إقدام النظام السعودي بزعامة محمد بن سلمان آل سعود على إعدام مجموعة من المواطنين في الجزيرة العربية، ونقول إن هذه الخطوة الرعناء ستعجل بزوال النظام السعودي، وسيذهب إلى مزبلة التاريخ، وسيسود وجه متاحف التاريخ السياسي بهذه الخطوة الحمقاء. إعدام 32 من أحبتنا ومن الشيعة الإمامية، وأضيف إليهم 5 من إخواننا أهل السنة، المجموع 37 مواطنا. إعدام هؤلاء أولا لم يكن وفقا للدين الإسلامي
والشريعة المحمدية الغراء. ثانيا، لم يكن وفقا للقوانين الوضعية. ثالثا، لم يكن وفقا حتى لقوانين آل سعود ولعادة آل سعود التي جروا عليها في ذلك التوقيت. في هذا الوقت إنما جاء إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية لمناكفة إيران وللضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران، إعدام 32 مواطنا جاء للنكاية بإيران وللضغط على الجمهورية الإسلامية، وأما إعدام 5 الأخر فإنما جاء لإبراز أن هذه القضية لم تكن قضية طائفية. إذن بكل المقاييس هذه الإعدامات إعدامات سياسية كيدية، الغرض منها مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا الكلام ليس تحليلا وإنما وفق معلومات. فقبل سنتين تقريبا الضابط الذي كان مشرفا على الإخوة في سجن الرياض قال لهم: لا يوجد أي دليل يدينكم، وضعكم رهن العلاقات بين المملكة العربية السعودية من جهة والجمهورية الإسلامية في إيران من جهة أخرى. ثم بعد مدة قال لهم: إن ملفكم لم يعد ملفا سعوديا داخليا، إن ملفكم بيد البنتاغون والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكلام كان أيام إدارة الرئيس باراك أوباما. قال لهم: إن حصل تقارب في العلاقات بين السعودية وإيران سيطلقون سراحكم، إن استاءت العلاقات بين السعودية وإيران لا أدري ما هو مصيركم. هذا كلام ضابط رفيع المستوى كان يشرف على الإخوة في السجن، وقال: من الآن فصاعدا لا نستطيع أن نقدم لكم شيئا لأن هذا الملف أصبح بيد الأمريكا. استغلت السعودية التفجيرات الموجودة في سريلانكا، تفجير بعض الكنائس والفنادق، 8 تفجيرات في يوم واحد، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي هذه التفجيرات في سريلانكا. فأقدمت السعودية على إعدام هذه الثلة الطيبة من إخوتنا وأحبتنا، لأن العالم مشغول بخبر التفجيرات في سريلانكا، وأرادت أن يمر حدث الإعدام مرور الكرام. واستطاعت السعودية أن تشتري الكثير من شركات العلاقات العامة والذباب الإلكتروني. الآن إذا شخص يكتب تغريدة واحدة سيجد المئات من الردود ترد عليه، لأن محمد بن سلمان قد جند الكثير من الأقلام والكتاب والذباب الإلكتروني لمواجهة المعارضين لسياسته المتخبطة. ولكن ليس بأقوام صدام والقذافي ومن سبقه إلى مزابل التاريخ السياسي. صدام حسين كان يمتلك 7 أجهزة أمنية، فخر عليهم السقف من فوقهم. إنها سنة الله وإرادة الله
وهناك رواية عجيبة تقول عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: من سل سيف البغي قتل به. هذه معادلة تكوينية. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذه سنة الحياة. ونحن على مشارف شهر رمضان، إن شاء الله إن بقينا أحياء ستذكروني وأذكركم، سيقتل محمد بن سلمان، هو سيذهب إلى مزابل التاريخ السياسي، وستعلو راية الشهداء خفاقة، هذه الدماء الزكية التي سالت لتزرع الطريق، طريق الحرية وطريق الإباء على خط أبي عبد الله الحسين الذي صرخ الصرخة المدوية والتي لا زال صداها يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. أقول الموت يا آل سعود، الموت يا آل سعود، الموت يا آل سعود، الموت يا آل سعود، الموت يا آل سعود. وما البشير عنكم ببعيد. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.